فيما يتعلق بالوضع الميداني في قطاع غزة، ما زال القصف الإسرائيلي متواصل، وما زلنا في المرحلة الثانية للقصف الإسرائيلي المتواصل على كافة النقاط. التوغل البري في المناطق الجنوبية في رفح جنوبي القطاع على حاله، هناك قصف ونسف لمربعات سكنية، استهداف للنازحين في المناطق الغربية لرفح جنوبي القطاع، وهناك شهداء وجرحى لم تتمكن سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني من الوصول لهؤلاء الشهداء والجرحى، فضلا عن وجود شهداء في أماكن متفرقة، منها استهداف بشكل مباشر لمنازل المواطنين في منطقة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، أيضا استهدافات في مناطق الشمال في بيت لاهيا، يعني استهداف لعدد من المنازل ما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى في مدينة غزة. ما زال الحال على ما هو عليه، مهدد ما بين الواقع الإنساني الصعب والخطير بفعل استمرار المجاعة في المناطق الشمالية، فضلا عن استمرار القصف على مدار الساعة، لا سيما استهداف مراكز الإيواء، أكثر من 5 مراكز إيواء تم استهدافها خلال الأيام القليلة، وبالتالي رشح أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى في ظل ظروف إيواء صحية منهارة تماما في المناطق الشمالية التي تم استهداف كافة المراكز الطبية، أيضا المستشفيات الأساسية وهي الأكبر على مستوى قطاع غزة.